خلال فترة حكم مبارك طلع كلام كتير عن علاقاته وعلاقة أبنائه بفنانات كتير من الوسط الفني، من ضمنهم الفنانة لطيفة اللي حصل موقف غريب بينها وبين علاء مبارك، واللي بسبب الموقف ده اتقال إنها اتمنعت من دخول مصر. تعالوا نعرف إيه اللي حصل على خمسة بالعربي. لطيفة واحدة من الفنانات التونسيات اللي أثبتت وجودها على الساحة الفنية في مصر وفي تونس وفي الوطن العربي كله. قدمت أعمال فنية كتيرة مع عدد كبير من المطربين في مصر، ده غير إنها شاركت قبل كده في أوبريت غنائي لدعم الرئيس الراحل حسني مبارك. وفي يوم من الأيام كانت لطيفة مسافرة مصر، لكنها اتمنعت من دخول مصر فجأة ومن غير أي سبب. ومش بس كده، لأ ده كمان اتمنعت أغنيتها الجديدة من العرض في كل القنوات والإذاعات المصرية. لكن لطيفة ما كانتش تعرف إيه سبب التغير المفاجئ ده. وبعد أيام خرجت الفنانة لطيفة في تصريحات صحفية واتهمت فيها رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها زكريا عزمي، وقالت إنه كان السبب وقتها وراء قرار منعها من دخول مصر ووقف أغنيتها من العرض. لكن اتضح بعد كده ان الفنانة لطيفة كانت في علاقة عاطفية مع واحد من ابناء مبارك، واللي كان علاء مبارك، واللي طلب ايديها للجواز، وان تم منعها من دخول مصر بسبب كده وعلشان يضمنوا ان مفيش اي كلام يوصل لوسائل الاعلام. بعدها بفترة كبيرة طلعت الفنانة لطيفة في برنامج نص الحقيقة ونفت إن كان في علاقة عاطفية بينها وما بين علاء، ونفت كمان إنه طلب يتجوزها. قالت كمان لطيفة: أنا ما عنديش أي مشاريع جواز سرية، وما فيش أي علاقة بتربطني بأبناء زعماء، وعمري ما كان لي علاقات بشخصيات مشهورة، وكل ما يتردد من شائعات عني لا أساس لي من الصحة، خاصة ارتباطي عاطفيا بعلاء مبارك وإنه طلب يتجوزني. وبعد ما مر فترة كبيرة جداً عن الموضوع ده، إلا إن من سنتين بالظبط وتحديداً في 2020 اتعرضت الفنانة لطيفة لهجوم من واحد من متابعيها على تويتر، وده بسبب علاء مبارك. بدأت القصة لما نشرت الفنانة لطيفة تدوينة كتبتها على حسابها الشخصي على تويتر بتحتفل فيها بألبومها الجديد، فعلق لها علاء مبارك على التدوينة وقال لها ألف مبروك، إلا إن لطيفة ما ردتش عليه، وده اللي خلى واحد من متابعيها يهاجمها ويقول لها: أنا داخل أشوف رد لطيفة على تهنئتك، ما لقيتش رد منها. تخيل لو أيام زمان فترة الوالد كان زمان لطيفة ردت وجابت ناس ترد، والصحافة والإعلام عملوا حفلة وطلعت ترند على الوطن العربي كله. بس ده حال أغلب الفنانين، عاش الملك مات الملك. لكن علاء رد عليه وقال له: بالعكس، هي قبل وبعد فترة الوالد هي شخصية وفنانة محترمة لها كل الاحترام والتقدير، خلي نيتك صافية بس، صباح الفل. هنا قررت الفنانة لطيفة ترد على علاء، فقالت له: وحضرتك والعيلة الكريمة من أرقى الناس اللي قابلتها في حياتي، أما عن الوالد فمش أنا بس، لا ده العالم أجمع والشعب العربي كله والتاريخ يشهد ليه، ألف رحمة ونور على روحه، زعيم وقائد محترم.